نجتمع اليوم للاحتفال وتكريم المواطن. شاكرا لهم تلبية دعوتنا لحضور فعاليات هذا الحفل الذي سنكرم فيه تلاميذ الفائزين في الطبعة الأولى للأولمبياد الجزائرية للرياضيات في سابقة هي الأولى في تاريخ الجزائر المستقلة. لقد تقرر إنشاء وهيكلة منافسة الأولمبياد الجزائرية للرياضيات في طبعتها الأولى بعنوان سنة 2024 تحضيرا لمشاركة الجزائر والاستمرار في تحسين ترتيبها في منافسات الأولمبياد العالمية والإقليمية للرياضيات وترقية النخب المدرسية والاعتناء بها ورعايتها. ويأتي هذا تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إن التأسيس للأولمبياد الجزائرية للمواد التعليمية هدفه تكوين وعاء من النخب التي ستمثل الجزائر في التظاهرات العلمية الدولية والإقليمية والقارية ذات المستوى العالي والتي ستؤثر لا محالة إيجابياً على تصنيف بلادنا في هذه المنافسات.